الخطه اتوضعت واترسمت بكل دقه. يا ساعه الصفر امتى يا فندم؟ هبلغك بالميعاد. جهز القوه وخليك مستعد للتنفيذ. حاضر يا فندم، انا اذنك. اتفضل. ب 10 مليون جنيه عن طريق البحر. طب ما نقبض عليه يا فندم في الوقت المناسب. لازم نقبض عليه وهو متلبس. ضحي مش سهل، ده تعبان. على العموم مصدرنا هيبلغنا على كل حاجة. ايه ده؟ ايه يا معلم ضاع فيه بس؟ أنا بصراحة يا معلم الفار بدأ يبتدي يلعب في عيبي. أنا اللي اتأكدت إن في جاسوس بيننا بينقل أخبارنا للحكومة. فعلا يا معلم، ده رابع مرة الحكومة تطب علينا. الجاسوس ده لازم يبان. لازم يبان وامسكه، وبعد ما امسكه أخده أفسحه. ايه يا فردوس؟ ماني خطيبك يا بنت؟ خطيبي لكن لسه ما بقتش جوزي. ماني هبقى جوزك، وهنريحوكي من تعب الشغل، وهنحطك في عينيا انت وامك واختك. يا ما نفسي ده يحصل، وتبطل شغل كمان مع المفتري اللي اسمه ضاحي ده. هيحصل قريب قوي يا جوزي، الفلوس هتبقى معانا زي الرز. خليكي برنسيسه يا بنت. ومنين ده؟ ده الضحيه اللي بتشتغل صياد باليوميه عند المعلم ضاحي. صياد بس بعرف اصطاد. خد اهدى النص جنيه ده تخليه معاك، اوعى تفرطي فيه. والنص التاني انا اديته لاخويا سعد، ومحتاجهم هبقى اخدهم منه، واذا حصل في الامور امور ادي النص ده لاخويا سعد. والله ماني فاهمه حاجه. بكره تفهمي، بس اصبري. يا عرفان ورحمه ابويا ازعل منك. هات واحد ما تقدروش على زعلك يا دوس. يا عرفان انا مش هنيجي من بدري. خير؟ المعلم ضحى عايزك بس بكلمتين. عايزني؟ ايوه عايزك انت. امال انا قدام. يلا اخويا تعالى معانا. اضرب معلم بقى، ما تجيش الا منك انت يا صايع يا ضايع، يا اللي لميتك وكبرتك وعملتك بني ادم. تخن انا الا كلام ايه ده يا معلم؟ تعض الايد اللي اتمدت لك يا نطع. تعمل مع الحكومة مرشد ضد انا يالا. ما حصلش يا معلم. لا حصل. الولا مطراوي شافك وانت داخل النقطة. انت كنت رايح النقطة ليه يالا؟ يعني كنت رايح النقطة عشان تبلغ عن البضاعة ومكان تخزينها، صح يالا؟ وشرفك يا معلم. مالكش دعوة بشرفي. قالك يا بنش سيدي المعلمين، خدور بطوه يالا وفسحوه في المية. خلي السمك ياكل، ولان السمك ما بياكلش الرمل. فاضك يا معلم. اخرس فاضك يا معلم. فاضك يا معلم. بعد السمك ما ياكل وينبسط ويتسمم من جدته، تعالوا لي الكلوب. القمر جاني
الراحة بس هو الأسوى الجراحة نحن اللي بيخلص لهوان بنشيله على كتوف الراحة بصراحة بحبك بصراحة بس هو الأسوى الجراحة بصراحة بحبك بصراحة بس هو الأسوى الجراحة نحن اللي بيخلص لهوان بنشيله على بصراحة بس هو الأسوى الجراحة بصراحة بحبك بصراحة بس هو الأسوى الجراحة نحن اللي بيخلص لهوان بنشيله على كتوف الراحة إنسانية. قلت أخلصها أنا ورجالتي عشان نقعد براحتنا بقى. شغلانة مهمة قوي للدرجة دي يعني؟ عرفان يا نرجس. بحق. هو مش معاكوا ليه الليلة دي؟ أصله تعبان شوية. قوي. تعبان قوي. وإنسانية بقى قلنا نريحه عشان نرتاح إحنا. وعشان نرتاح إحنا. والبضاعة بقى. هتفضل مستخبيه كده كتير؟ خلاص هانت وبانت يا نرجس. بس يا ريت بقى البوليس المره دي ما ياخدش خبر بميعاد تسليم البضاعه. لا ما افتكرش. عارفه ليه يا نرجس؟ ليه بقى؟ لان الواد عرفان صليط اللسان انزح وراح وارتاح. الحكايه دلوقتي مش عايزه غير اونطه وفبراكه وفكر وتكتاكه. بس خد بالك يا حبيبي البوليس النهارده عينه عليك قوي. بتحبيني يا بيت؟ هو انا ليا غيرك وانت اللي حاميني ومعيشني عيشه نظيفه بعد ما كنت بلف البلاد على الموالد. ربنا يخليكي ليا ويديني طول العمر والصحه واحطك في عيني يا عيني واقفل عليكي. وامتى بقى هتنفذ اللي اتفقنا عليه؟ حد ما ابيع البضاعه وتبقى اخر عمليه. قالها في العشرة مليون واغسلهم غسلة نظيفة في تجارة نظيفة وبعدها نتجوز.
وهتغسل العشرة مليون ازاي؟ أجانس عربيات، شركة مقاولات، استيراد وتصديرات، وكل الزملاء بيعملوا كده. نفسي يا ضحي. وأنا بقى هنول لك اللي في نفسك. نقي رزق كويس. يا أختي بتعيط ليه؟ بس أنت نقي مالكيش دعوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال دلوقتي يا حبيبي؟ زي ما هي. هي فين؟ قاعدة جوا. اتفضل. اتوحد الله في دوس. لا اله الا الله. يا بنتي البكا عمره ما يرجع اللي راح، ولا الا كان الواحد بكى العمر كله. ده عرفان يا ابو عرفان. وقابل بنتها مش نصيب وفردوس. مش الواجب بقى انك انت تشوفي مصلحتك وتشوفي صحتك وتشوفي نفسك؟ انت بقالك اسبوع على الحال ده، مش كفايه بقى ولا ايه؟ يلا قومي توكلي على الله، افتحي بترنتك وشوفي اكل عيشك. شكرا. اسم الله عليك، نورت مطرحك يا دوسه. المكان كان مظلم من غيرك. تشكر. اي خدمه؟ لا ابدا، بس انا كنت جاي اسال كده واطمن عليك. سالت عليك العافيه. وغلاوتك انا اتاثرت علشانك قوي. صحيح عرفان كان صاحبه وياما كنا مع بعض عيش وملح، لكن كل زعل عليك انت، عليك انت فردوس. وبعدين حرام، حرام الجمال والحلاوه دي كلها تعيش في الهم والنكد ده. إذا كان عرفان راح في ألف يتمنى. شبارة، روح شوف مصلحتك وخلينا شوف مصلحتي. مصلحتنا سوا فردوس. لم الدور يا شبارة وروح لحالك. ما تبيش فقرية بقى، أنا شريكي. وأنا ما بتباعش. هوني بقى ورين عرض كتافك. الله، ما تطلعيش فيها قوي كده. هتعمل عليا شريفة؟ ما بلاش شويتين دول. اخرس كتقطع السالك. تضربي شبارة يا بت؟ ده انت لا عشت ولا تكون. مفيش داعي، الطيب احسن. انت مين وانا وعايز ايه؟ عايز اقول لك عيب ما يصحش تمد ايدك على واحده ست. روح لحالك يا ابني. ما بلاش بقى يا اخ. ايه اللي بلاش يا اخ؟ انت مال عليك نازل قوي. لا لا خلاص مفيش. مين ده؟ اي ايه ده؟ مش عايز امد ايد عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ تشرب شاي؟ انا لازم ادي عليه. خد 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 خليك مشاهدين علشان لما اضربه. ودي دي لعب، ودي دي لعب، ودي. بقول لك انا مش عايز كده. ودي دي لعب. تسلم ايدك، اللي انت عملته ده محدش يقدر يعمله. اتفضل. ادينا الشاي دوس. انا متشكرة لك قوي يا اخ. لا شكر على واجب. اللي انا عملته ده لو اي راجل عنده نكوه كان ممكن يعمله. اسم الكريم ايه؟ غريب. اسم غريب. غريب بس بين حبايبك برضه. محسوبك حسونه. اهلا وسهلا. ربنا يستر عم غريب. ايه؟ خايف من ايه؟ اصل يا اخويا اللي انت مسخرته ده واحد من رجاله المعلم راح اسمه شباره. ربنا يكفينا شره. قول بقى ايه؟ ده السوي. محدش يقدر يسلم على طرف. المسألة ما بقتش تحتمل التأخير أبدا. لازم نقبض على ضاحي في أسرع وقت ممكن قبل ما يوزع بضاعة، خصوصا بعد ما تأكدنا إن البضاعة دي داخلها مواد سامة. يا شيخ فظيع يا فندم، طب ما نتحرك ونقبض عليه.
احنا هنخلينا نشعر بان احنا فقدنا الامل في متابعته، وبكده هيطمن ويخرج البضاعة ويسلمها، ويوم ما يسلمها يوم نقبض عليه. ايه رأيك بقى؟ انا اصلي من الاسماعيلية ولسه مخلص جيش وماشي بدق بايدي على باب الله. جاي هنا بقى عشان تشتغل؟ انا اصلي مليش مكان في بلدي، بعد الناس ما بقتش ناس وما بقاش بقلوبهم مكان للصحوبية. ده انت مقطوع من شجرة بقى. حاجة زي كده. وجاي هنا بقى لحد بالذات يعني؟ في ناس حبايب المعلم ضاحي بعتني ليه، لكن بعد اللي حصل بيني وبين اللي اسمه شبارة ده ما افتكرش انه هيشغلني. اكيد. لكن هتعيش هنا فين؟ لقيت مطرح؟ انا هدور على اي اوضة اقعد فيها، اكيد هلاقي. مش بالسهولة اللي انت فاكرها دي محتاجة وقت وترتيب. صدود. ايوه. اقول لك ايه؟ ده المطرح عندي جاهز. قعدتك هتبقى عندي لحد ربنا ما يفرجها. معقول؟ مش معقول ليه؟ انا راجل وحداني وانت جدع وطيب ودخلت قلبي، على الاقل نونس بعض. والشغل يا حسون؟ مفيش غير معلمي المعلم سالم اللي انا بشتغل عنده. هيرضى يشغلني؟ قول يا رب. يا رب ان شاء الله هيرضى، راجل طيب قوي. يطلع مين الخرمش اللي اتطول على واحد من رجالتي ده؟ معرفوش يا معلم، انا اول مره اشوفه. انا كل اعرفه معلمي ده هو اسماعيليه وجاي هنا يدور على شغل، وشفت اهو حسونة عند معلم سام. ده مش ضيف بقى، ده جاي لبدلنا. اسمع يا ولاد. اه يا معلم. اعرفوا لي حكايه الجدع ده من يوم ما اتولد لحد ما جه هنا. اما انت بقى يا شباب والله ما هسيب حقك ابدا. لوحدة اقول اه ويا الناس اقول طيب، عشرت ناس لا يعرفوا واجب ولا طيب، ومهما كان يا زمن راح اعمل طيب. الله الله. انت صوتك حلو قوي يا حسونه. يا عم غريبه يا حاجه بنتسلى بيها على الوقت. بقول لك ايه، انا هنزل لغايه تحت ادبر لقمه كده لينا نتعشى بيها، ايه رايك؟ ماشي. البيت بيتك، مش عايزك تقلق. خايفة عليك يا فردوس. انسي يا ضنايا، انسي. انسى؟ انسى عرفان ياما، ده كان هيبقى جوزي. الله يرحمه يا بنتي، كان حاميني ياما اول ما راح. كلاب البلد اللي طول عليا، واولهم زميل وصاحبه شبارة، لولا الجدع ده اللي اسمه غريب. ولاد الحلال كتير يا بنتي. اللي مجنني انا حاسه الجدع ده انا شفته قبل كده، مع ان عمري ما خرجت من البلد وهو اول مره يعتبها، لكن برضه حاسه اني شفته. شفته فين؟ شفته فين؟ مش عارفه. هو ماله معلم سالم كده ماشي واخد في وشه؟ راح للمعلم، راح يشوف محل معاه.
بعد ايه؟ بعد ما لك مهز رجليك؟ إهانة يا سالم وأنا ما أرضاش بيها. اسم المعلم سالم يا ضاحي، اسم المعلم سالم. أنت كنت صبي من صبياني زمان، وقبليها ما كنتش لاقيلك شغلانة. ساعدتك وقفت جنبك وعلمتك أصول الشغل، ولا نسيت؟ الصغير بيكبر بيكبر يا معلم سالم، وبعدين أنا وصلت اللي وصلت له ده بعرق جبيني بتعب وشقايا. أنا معاك، بس شغل حلق حوش ده بلاش منه لانه مش اصول. انا مش عارف انت ظالمني ليه، بس انت اللي ظالم روحك بافعالك. بقول لك ايه، انا جاي لك النهارده وبتفاهم معاك بالهداوة. ان كررت افعالك دي مش هيحصل لك طيب يا ضاحي. ده تهديد بقى يا معلم سالم. اعتبره زي ما تعتبره، انا قلت اللي عندي وخلاص. مش ملاحظ يا معلم ان لسانه اتطول حبتين من النار اللي هو فيها؟ وليس يا سالم، اما وريتك يا سالم اما شحتك وزهتك من سكتي خالص زي اللي قابله. وانت مالك ومال؟ ده انت المعلم الكبير، هو حيلا ما حيلتوش غير المركب اللي بيهكى عليها هو ورجالته. طول ما انا موجود هنا البحر بحري والشبك شبكي، كل حاجه في المنطقه ملكي، ملك انا لوحدي. هو عمل لك ايه بس؟ عامل لي ايه؟ مش عاوز ينسى في يوم من الايام ان انا كنت صابي عنده، دايما يفكرني بيها، دايما يفكرني بيها، مش عايز يعترف ان الصغير بيكبر وان بقيت كبير. الظاهر عليه بقى مش هينفع الا لازم افكره ويجي يركع لي على ركبه عشان يطلب اللقمه. اخليه صبي من صبياني. ايه هو بقى اللي حلو قوي كده؟ انت اللي حلو يا جميل يا قبر. اسحب اسحب اتفضل. يا ست الكل في خبر يفرح؟ هتموتي عشان تعرفي ايه اللي بتقول انا ورجالتي. لو ما كانش داير يا ترى خوف عليا ولا مني؟ ما انا منك وانت مني. صح، وما يصحش يكون في بيننا اسرار. صح، انت كده صح. صح، البضاعة خرجت صح؟ كده مش صح. يا خسارة، وانا اللي كنت هزغرط في عيبي. ما تطلعوها بقى وتخلصونا، خلونا نشوف مصلحتنا. هنطلعها وهنشوف مصلحتنا. هانت وبانت، وده قريب قريب قوي. يعني ما قلت ليش؟ ايه اللي خلاك تضحك من قلبك كده؟ مهموز. ايه هو المهموز ده؟ مهموز الخطيب. قول يا نرجس، جون ودخل في التمانيات، واللي واقف في الجون سالم ورجالته. وهو في غيره اللي عامل العامله دي؟ هو ضاحي، مفيش غيره يا معلم. ضاحي؟ ايوه هو، ولازم نبلغ عنه. بلغك ضده ممكن يكسر شوكته. كلامك صح يا فردوس، جينا على النقطه يا معلم. نقطه ايه بس يا حسوده؟ هي حكايه بلاغ وخلاص؟ الله، علشان تاخد حقك يا معلم. يا غريب يا ابني، لو هو اللي عامل العملة دي بصحيح أكيد هو عامل حسابه وموضب أموره وحيطلع منها زي الشعرة بالعجين. يعني ناوي على إيه يا معلم؟ حسيب اللي حصل يعدي كده بالسهل؟ يبقى ضعف، وده هيخلي إيده تطول أكتر من كده. أوعى يا شبارة، أيوه هفطمك. حتى لو بلغ إحنا لا شفنا ولا عملنا. أنا كل اللي فارست يا معلم الجدع ده اللي اسمه غريب، عامل فيها أرطر زمانه. ولعلمك بقى يا معلم، هو اللي زن على دماغ المعلم سالم عشان يبلغ عنك. اسمع يا معلم، انا بقول نشوف له تصريفه ونخلص منه. ده هيجي له وقته، المهم نقوم دلوقتي. على فين؟ نوجب اروح للمعلم سالم اشد على ايده في محنته، ده معلم القديم اهبل. والقديم يحلى لو كانوا احلى. ايوه جدع، صحيح المثل اللي بيقول يقتل قتيل يمشي في جنازته. قصدك مين؟ معلم راح اخويا.
تصور نروح للمعلم سالم ناخد مخاطره الوسيم، شوف البجاحه بتاعت الجدع يا راجل. معلم سالم انت مربيني وخيرك عليا ولحم كتافي من خيرك، ما تتكسفش مني. مركبك هتتصلح وعلى حسابي، وعلى بال ما تتصلح رجالتك هيشتغلوا مع رجالتي على المركب. ها قلتوا ايه؟ احنا مش هنشتغل غير على مركب المعلم سالم. المركب قدامها كتير على ما تتصلح، وانتوا غلابه حسونا. رزقكم يوم بيوم. ربنا ما بينساش حد يا معلم. احنا كلنا مع المعلم سالم لحد ما تصلح المركب. حتى لو خدت شهر. ادي ناخد شهامه وجدعانه منكم ناحيه معلمكم. بتفكروني بنفسي وانا زيكم كده. لكن اللي انا عايز اقوله يا اخوانا كلكم عندكم بيوت وبقى مفتوحة وانا غرض المساعدة، وبعدين احنا من بلد واحدة لازم نقف جنب بعض وايدينا تبقى في ايدين بعض، ولو اني عاتب عليكم انكم اتهمتوني الحكاية المهببة اياها، انما في النهاية بقول ان ربنا رب قلوب هو العالم. النهاية يا اخوانا انا تحت امركم. السلام عليكم. غريب، أنا مش قادر أصدق. اسمعوا يا رجالة، اللي عايز منكم يشتغل عنده لحد ما تفرج أنا ما عنديش مانع، لأن مصلحتكم تهمني، وبصراحة بقى أنا بنصح بكده. وأنا رقبتي سدادة. من بكرة رجالتك يا معلم سالم ينزلوا البحر، وفوق كده هبعت لك 20,000 جنيه بكرة بالليل يوصلوك تمشي نفسك والمية تجري. ماشي الحال؟ أيوة بس بس يا معلم سالم، ده فضلة خيرك يا راجل. حياة النبي ما تكسفني ولا تردني بقى، ما تتكلموا يا رجالة. بصراحة يا معلم ضاحي عداك العين، تصدق إني كنت واخد عنك فكرة غلط؟ استغفر الله العظيم، الحمد لله. الظلم عمره قصير يا غريب يا ابني. المهم من النهارده مراكبي تحت امر رجاله المعلم سالم. تعيش يا معلم. ربنا يخليكوا لينا. ايه يا حسونه؟ لسه برضه مش عايز تشتغل عندي؟ بعد ذوقك وانسانيتك يا عم ضاحي مش هقدر اقول لك حاجه، هشتغل معاك بس على شرط لغايه مركب عم سالم يتصلح. ومال؟ انا والمعلم سالم واحد. يا سلام يا ولاد، سلام على الصحبة الواحدة، ونتجمع مع بعض والإيد تبقى في الإيد الفاتحة يا معلم سالم. يا بنتي يكون ربنا زرح في قلبه الخير. مين عارف؟ سبحان مغير الأحوال. جايز يوم. شوفي مين يا أهل؟ اهلا، ازيك يا حلوه؟ ازيك يا عم؟ يا ترى امك واختك موجودين؟ مين يا أهل؟ انا المعلم ضاحي يا فردوس. اللي جالك عيد يا فردوس. اتفضل يا معلم. ايه حاجه حلوه عشان العروسه الصغننه. وليه التعب ده بس يا معلم؟ تعبك راحه يا حاجه. اعمل لك شاي؟ لا لا مش لزوم. لا هعمل لك شاي. سكر زياده. من عينيا. كرمك ربنا. طبعا انت مستغربه لمجيتي دي، بس انا هقصر عليك المسافه وهجيب من الاخر. فردوس انا اللي جابني حاجتين اتنين. اول حاجه انا زعلان منك قوي، عيي قوي، ظلمتيني هجمتيني افترضت فيا سوء النيه، وعشان انا من اهل السماح انا سامحتك، وحسيب الايام هي اللي هتثبت لك حسن نيتي. والله يا معلم اذا كنت بفرض فيك سوء النية زي انت ما بتقول يبقى من اعمالك اللي بتعملها في الناس ولا مسموع عنك. هنا بقى مربط المهرة. ايه اللي مسموع عني يا فردوس؟ انت ما خليش حد يستفيد من رزق البحر غيرك انت. ولا المعلم انور طفشته من سنتين بعد ما تنزلك على مراكبه،
ولا المعلم ششتاوي ولا المعلم جلال ولا مين ولا مين يا معلم؟ ها كده ولا لا يا معلم؟ انا ما طفشتش حد، هما اللي كانوا عايزين يبيعوا وانا اشتريت، مش عيب. انت اللي جبرتهم على البيع يا معلم لانك زنقت عليهم. انا عارفه الحقيقه كويس لانها كانت بتوصلني. بتوصلك من مين؟ انت ناس ان خطيبي كان واحد من رجالتك عرفان، كان بيجي يحكي لي على كل حاجه، كانش بتعجبه عمايلك ولا افعالك في الخلق، كان بيتمنى اليوم اللي نتجوز فيه نرحل ونسيب لك البلد بحالها. الله يرحمك يا عرفان، ياكل امتي ويقطع همتي. سامح كريم لربنا، بس اللي انا عايز اقوله ده ظلم، والله العظيم ظلم. ما علينا، انت قلت انك جاي لحاجتين يا معلم، ادي واحده وخلصنا منها، ايه التانيه؟ انا طالب ايدك يا فردوس. تتجوزني؟ على سنة الله ورسوله. نفسي افرحك وستتك وهننك، اخلصك من مقابلة اللي يسوى اللي ما يسواش في السوق. لكن انا يا معلم مش عايز رد بالوقت، خدي راحتك، هفوت عليك بكرة زي دلوقت، بس انا قلبي حاسس انك هتفرحيني. عارفة ليه يا دوسة؟ ليه؟ عشان الطيبين للطيبات. سلام يا عروسة. المهم رأيك انت يا فردوس؟ مش عارفة يا غريب. يعني ايه بقى مش عارفة؟ ما هي حاجة من اتنين، يا موافقة يا رافضة، ملهاش تالت. كون ضحي يطلبني للجواز يبقى حاطيني في دماغه، لو رفضت يبقى محدش عارف ممكن يعمل ايه، ده ممكن يقطع رزق من البلد كلها، وانت عارفين ان انا بجري على امي واختي. مفيش حد بيقطع رزق حد، ولا رضا انت لو وافقتي هيبقى خوف منك. انا مش عايزه، صدقوني يا ناس انا مش عايزه. اتجوز ازاي وانا عارفاه لسه جوه قلبي؟ خلاص يبقى ترفضيه، ما تعمليش حاجه غصب عنك، ما تخافيش غير من اللي خلقك. امرك عجيب يا ضاحي، كنت دايما عايز تزيحه من سكتك، ودلوقتي بتشغل رجالته وهتديله فلوس كمان. ما هي دي التكتاكة، تكتاكة من غير قوامته وفزلاكة. ونبي يا اخويا، وفردوس بقى من ضمن التكتاكة؟ فردوس؟ اه فردوس بطلبتها للجواز. لا مين اللي قالك؟ ويا في حاجة بتستخبى. حبيبتي ما هو اللي يتقال حاجة واللي جوايا حاجة. أفهم أنا بقى الحاجة التانية دي. أقولك يا موزة، بقى المدعو عرفان كان خاطبها من زمان، معقول أنا بعد هذا الزمان أتجوز فضلة عرفان؟ ما طلبتها ليه؟ تكتاكة تكتاكة. أنا كنت عارف إنها ما بتحبنيش، وعارف انها هترفض الجوازة، وهو ده اللي عملته. وعرفت ازاي بقى يا معلم انها رفضت؟ زي ما بيوصل لك الكلام بيوصل لنا احنا الكلام. وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ انا هقبل رفضها ليا بروح رياضية، هطلع قدام الناس جنتل وابن اصول، هفاقي بعد كده اللي هيحصل معايا هو اللي كان زمان جوايا، وسلام كبير قوي صاحي للمعلم ضاحي. انا هروح الليله عند فردوس انا وحسونه عشان نبقى معاها وهي بترد على المعلم ضاحي. ربنا يعمل ما فيه الخير. ها واخبار شغلكم معايا ايه؟ الحقيقه الراجل فتح لنا قلبه، وكل راجل منا بياخد حقه على دار المليين، وما بيعملش اي فرق في المعامله بيننا وبين رجالته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. معلم سالم، المعلم ضاحي بيقول لك هو في انتظارك، ممكن تتفضل. كده؟ ايوه. طب بالاذن يا اولاد. اتفضل يا معلم. ما تقعد يا شباره. لا استاذن انا. ما تقعد يا راجل، خد لك كوبايه شاي وكرسي دخان. من قلبك ده غريب؟ هي دي فيها شك دي برضه يا شباره. اللي كان بينا ده سوء تفاهم وراح لحاله، لكن احنا دلوقتي اكتر من الاخوات.
الشهادة لله أنا ما كنتش طايقك ولا طايق إيدك. وأنا كنت مستغلسك وقرفان منك. والحمد لله أديكوا بقيتوا إخوات. اتفضل يا معلم سالم، 20,000 جنيه معدودين بالتمام والكمال، ابتدي حياتك بيهم وشد مركبك والله يبارك لك. مش عارف أقول لك إيه يا راجل. ما تقولش حاجة يا معلم، ولو عاوز أكتر رقبتي سدادة. طلعت أصيل ودايم تربيتي فيك. أنا تربيتك يا معلم، تعرف إن الكلمتين دول عندي يساوي ملايين الجنيهات. طب بقول لك إيه بقى يا ضحي؟ يا ريت تجيب ورقة وقلم عشان أكتب لك وصل أمانة بال 20,000 جنيه دول. أصل أستغفر الله العظيم، وصل أمانة؟ هو جرى إيه في الدنيا؟ آخد على معلمي وصل أمانة؟ الحق حق يا ضحي، ودي حاجة ما تزعلش. إذا ما خدتش مني وصل الأمانة يبقى أنا مش هاخد الفلوس. لكن يا معلم سامي، هو ده شرطي. أمرك ما دام ده شرطك انا تحت امرك، اكتب وصل امانة. هتبقي غلطانة لرفضك الجواز من المعلم ضاحي. لما انا عارفة مصلحتي فين وراحتي فين. انا لما هتجوز مش هتجوز المعلم ضاحي، هتجوز واحد من طوبي يحبني واحبه، مش واحد عاوز يشتريني بفلوسه. خلاص بقى يا ست ام فردوس، بنتك مش صغيرة، سيبيها على راحتها. مظبوطة حسونة، الجواز لازم يكون بالرضا، وطالما هي مش راضية يبقى هتتعب معاها، سيبيها على راحتها. اهلا يا معلم ضايح، اتفضل. ازيك يا حسون؟ الحمد لله، اتفضل. اتفضل يا معلم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على النبي، ده الحلوين كلهم هنا منورين. ازيك يا غريب؟ ربنا يخليك يا معلم. على فكرة المعلم سالم كان عندي من شوية، اديته 20,000 جنيه. معرفش حسيت اني لازم اقف جنبه لانه مزنوق. مزنوق؟ من فك كربة عن اخيه في الدنيا ربنا بيكرمه دنيا واخرة. انت طول عمرك صاحب واجب يا معلم، اتفضل ارتاح. ازيك يا حجة؟ ان شاء الله تسلم يا معلم. وعروستنا الحلوة اخبارها ايه؟ اخباري ما تتركش يا معلم، كان ودي اقول لك رأيي بصراحة بعيد عن الرجالة، لحسن تفتكر ان انا مسنودة على حد. مسنودة؟ عاوزة تقول ايه يا فردوس؟ بالعكس انت كده كبرتي في نظري قوي. فردوس كانت عايزه تقول لك رايها في الموضوع ده من زمان يا معلم، مهما كانت النتيجه، وده لانها مش عايزه تغشك. ما انت ما يخلصكش يا معلم اكون معاك وقلبي في ناحيه تانيه. الله الله، تعرف ان اخلاصك لعرفان بيأكد انك ست اصيله صحيح. برافو عليك يا حاجه ونعمة التربية. فردوس، ممكن ابقى اخ ليكي من النهاردة؟ هو ده العشرة يا معلم ضاحي. ما تشرب شاي يا معلم. شربت يا حسون. انتوا هنا والدنيا مقلوبة برا. مالك يا عم كامل، في ايه؟ بتنهج ليه؟ المعلم سالم ماله؟ انقتل وهو على باب بيته. بتقول ايه؟ معلم سالم مات؟ مات ازاي؟ ده لسه كان عندي واخد مني 20,000 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله وإنا إليه راجعون.
شافكم ولا حس بيكم. ولا حد شافنا ولا حد دار يا معلم. العملية خلصت قوام في غمضة عين. ده نصصوه بينكم زيادة. من يد ما نعدمهاش يا معلمة. واحنا في الخدمة. أنا بره الخدمة روح أمك. اسحب. مال وشك اصفر ليه يا عكر؟ انا شايفه الدم كتر قوي في سكتك يا ضاحي. الاول عرفان ودلوقتي سالم ويا عالم من بعد كده. يا حنين يا حنين يا ابو قلب رهيف. نرجستي انا اللي يقف في سكتي حاجه من اتنين، يا يموت يا يموت. ولعي لي السخان. ألف رحمة ونور عليك يا سالم. أسبوع بحاله لا حس ولا خبر عن اللي عمله العاملة السودة دي. البوليس مش ساكت يا فردوس، وأكيد هيوصل الفاعل. المهم دلوقتي مركب المعلم سالم لازم تتصلح وتنزل البحر عشان بيته يفضل مفتوح زي ما كان عايش بالظبط. معاك حق يا غريب، كل واحد فينا يدفع اللي يقدر عليه، وعلى الأقل نعمل حاجة لأهل بيته. عندك حق. آدي ال 100 جنيه اللي معايا. الواد اللي معايا دي مالكم ده على راسي من فوق. خد يا اخويا. ممكن هنسيبه لكم انا. اوعى تفتكر ان ده ابوك لوحدك، المعلم سالم اب لينا كلنا. ما تحملش هم يا ربيع، المركب هتتصلح وتشتغل، وطول ما ايدينا في ايدين بعض المركب هتبقى اثنين وثلاثه واربعه باذن الله. المهم انت ما تزعلش نفسك. الموت علينا حق يا ربيع. ابويا اتقتل يا حسونه، وانا مش هرتاح ولا هيهدى لي بال الا لما اخد بطاري من اللي ورا العامله دي. ان شاء الله البوليس هيوصلوا. اللي عمل كده مرتبها يا غريب، وانا عارفه ومتاكد منه. اللي قتل ابويا هو اللي حرق المركب قبل كده. تقصد مين يا ربيع؟ ضاحي. كلام ايه ده يا ربيع؟ هو مفيش غيره. لكن المعلم ضاحي كان معانا في بيت فردوس ليله الحادثه، وانت بنفسك اتهمته في البوليس، والتحقيق ما سابتش عليه حاجه. والله يا حصانة تلسنوا عليا وتتهموني بقتل راجل طيب يا شوية صيع. صحيح خيرا تعمل شرا تلقى. طب ايه رأيكم بقى اني حشرتكم كلكم ووصل الأمانة اللي كاتب ابوك بخط ايده يا ربيع؟ هاخد كل حاجة يملكها وهقلعك هدومك وحبيعها. مين اللي هيسيبك تعيش لحد ما تعملها يا ضاحي؟ ربيع. لولا ربيع هو اللي عملها يا باشا. تهجم عليا، كان عايز يقتلني، دخل عليا بالمر. لولا غريب الله يستره، الله يديه الصحة كمان وكمان. لا أفهى فدان يا باشا، اللي أعرفه ده اسمه شروع في قتل. بس غريب قال هو اللي عور نفسه. لا طيب يا بيه، غريب غلبان وهليلي مش عايز يأذي الواد، مش عاوز يضره، إنما الكلام اللي بقوله لك ده ليه ألف شاهد. طب اتفضل. اتفضل فين؟ مع السلامة. ماشي. ربيع اتصرح، وقع نفسه في الغلط من غير ما يحس. ما كنت تسيبه ولبسها ضاحي ونخلص منه ومن شره. انا ما خلصنيش الواد ربيع يتسجن، ده لسه عايل برضه. انا مش عارف هنعمل ايه دلوقتي بعد ما ضاحي طرد الرجاله وخد المركب من ضمن اللي خده عشان يسدد ديون المعلم سالم. المركب دي امن الرجاله، دي رزقهم. ربنا يتولاهم. وانت ناوي على ايه؟ انا مش هخسر، هشتغل سواق، انا معايا رخص عمومي. هسيب البحر لضاحي ورجالته واشتغل على البر امن. ما تيجي تشتغل معايا غريب؟ لا انا اصلي المعلم ضاحي عرض عليا الشغل معاه، وبصراحه بقى باجره كويسه. هتبيع نفسك له يا غريب بعد اللي عمله؟ هو الراجل كان عمل ايه بس؟ انا مش عارف انتوا ليه ظالمينه. ظالمينه؟ طبعا. ما انت الوحيد اللي هتشتغل عنده باجره كبيره. ما انت صدرت المطو عشان تفاديه. تكونش كنت قصدها عشان تقرب له غريب. ما ترد يا غريب، كنت قصدها عشان تتقرب له؟ انا عملت الواجب وخلاص. شفت؟ انا كنت فاكره راجل صحيح، طلع بالعبان ما بيدورش غير على مصلحته. عارف ان غريب ده طلع شهم قوي. شهم؟ انت عارف يا نرجس لولا الواد ده كانت المطوه مزعتني مزع.
بس اللي مجنني هو بيعمل كده ليه؟ بيفاديني ليه؟ بيضحي بنفسه عشاني ليه؟ امره غريب اللي اسمه غريب ده. بس الواجب انك تقف جنبه وتساعده. انا وديته المستشفى بنفسي وخصوصي وامرته انه يتعالج على اعلى مستوى، بس مش كفايه ده. الواد ده ما يتسابش يا نرجس. الولد ده دراعه شديد، مش دراع ده دانه مدفع، وممكن يبقى مدفعي ولا دانتي. ده انت عسل. كده الكام كاس اللي انا شربتهم قلبوا لي دماغي. قلبوا لك ايه؟ لا انا اللي اشتغل معايا ويبقى من رجالتي لازم دماغه تبقى شديده، يصمد. اصمد؟ يا ايوه، ما هو ده الصمود، لازم تتعود على الصمود. ايوه، اللي لازم يبقى من رجاله المعلم ضاحي لازم يشرب ويصمد، لازم يكون شديد. أنا فعلا شديد، بس أصل الخمرة دي بتحرق في الزور. تحرق؟ إيه اللي بتحرق؟ لو أنت صادق دي بتشعوط الزور في أولها، يالا في أولها، إنما بعد كده خروب. إديها خروب. اشرب اشرب يا غريب اشرب. بتقول لك إيش؟ أنت هتكسف البنية. أشرب. على فين يا غريب؟ رايح القهوة عند فردوس عشان اخد كوباية شاي. قهوة حلو، مع ألف سلامة. ليه عملت كده يا حسن؟ ما أنا عايز أعمل له إيه يا فردوس؟ راجع إمبارح وريحة الخمرة طالعة من بقه، سهران طول الليل مع حبايبه الجداد. بيني وبينك هو معذور، الراجل عايز ياكل عيش. ياكل عيش؟ ده هو الكداب.
فضل يتدحلب يتدحلب لغايه ما وصل اللي هو عايزه، عايز يوصل المعلم ضاحي ويبقى واحد من رجالته. الله يرحمك يا عم سالم. اعمل لي شهادة محدود. حاضر. اختي. صباح الخير يا غريب. صباح النور يا فردوس. انا عايزاك في كلمتين. خير ان شاء الله. انت بيت فين ليله امبارح؟ ايه ده انت عرفتي؟ حسون قال لي على كل حاجه. كنت بايت عند شباب، في حاجه تانية عايز تعرفيها؟ اللي انا عايز اعرفه ما ينفعش يتقال هنا. امال فين؟ هقول لك بس بعد ما تشرب الشاي. مش عايز ارجع. طب اسمع لما اقولك، انت مش اسمعلام، انت سويسي واسمك الحقيقي سعد. ايه اللي انا بسمعه ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ممكن اعرف؟ هاني من ساعه ما شفتك وانا حاسه اني شفتك قبل كده، وفعلا شفتك. شفتني فين وازاي بقى يا فردوس؟ في الصوره اللي كانت مع عرفان، شاور لي عليك وقال لي ده سعد اخويا اللي في الجيش. انت اخو عرفان يا سعد، صح؟ صح يا فردوس، أنا سعد أخو عرفان. أخو عرفان؟ أيوة يا نرجس، الولد سيف سمع كل حاجة. طب ما دام هو أخو عرفان، ما قالش من الأول ليه؟ خبى الحكاية دي ليه؟ لأن أكيد في حكاية تانية كبيرة. يبقى أكيد جاي يطقس على موت أخوه. ده انا نرجس والاجر على الله، ده انا نرجس اللي ما يعصاش عليا حاجه. اموت في الاستاكوزا. اشرب يا غريب، اشرب كمان. لا 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 كفايه، انا اصلي شربت كتير قوي النهارده. ولا كتير ولا حاجه. انا اصلي مش متعود على الشرب الكتير ده. انت كل مره بتقولي كده وبرضه بتشرب. ما هو انت كل مرة بتقولي لي اشرب علشان خاطري، وانا ما برضاش اكسفك وبشرب. طب اشرب عشان خاطري، ولا انا يعني ملياش خاطر عندك؟ يبقى لازم اشرب. امال المعلم ضاحي ما جاش ليه؟ ما دام اتأخر لغاية دلوقتي يبقى مش هيجي. اصله موعدني وقال لي ان استناه هنا. جايز انشغل يا سيدي. مش هوره فين؟ بالتأكيد هيكون معاه. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ وانت عايز ايه من الساعة؟ احنا مش قاعدين مع بعض؟ مادام المعلم مش هيجي يبقى امشي انا بقى. طب نمشي سوا. نمشي سوا؟ على فين؟ هتعرف. مش جاية يا نوم ياما. بتفكري في ايه يا ضنايا؟ ابدا مفيش. ايه اللي شغلك يا فردوس؟ من ساعة ما رجعتي وانت زي ما يكون في حاجة حصلت. حد ضايقك في حاجة؟ مفيش حاجة ياما مفيش. امال ايه اللي مطير النوم من عينيكي ومخليكي مهمومة بالشكل ده؟ مفيش. ده انا امك يا فردوس بتخبي عليا. بقولك ايه ياما، روحي انت ارتاحي، انا هحكي لك على كل حاجة بعدين، بس انت ارتاحي. ربنا يا بنتي يصلح لك الحال وينولك اللي طالباه. تصبحي على خير. وانت من اهل.
اشرب من دمي. وانت يهمك ضاحي؟ ده انت تاكل 10 زيه. قوم يا غريب، قوم، انت تعبان قوي. بقول ايه يا غريب، مش تقولي بقى ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي ما انت عارفاه، اسمي غريب واسماعيلاوي، وجاي هنا على اطرزي. لا يا حبيبي، انت سعد وسويسي وجاي هنا علشان تعرف حقيقه موت عرفان. ومين عرفان ده؟ عرفان اخوك خطيب فردوس. عرفان وحقيقة وسويسي، انت جبت الكلام ده منين بس؟ اسمع يا غريب، بلاش نلف وندور على بعض. انت عارف ان عرفان كان بيشتغل عند المعلم ضاحي، وانت شاكك في موته، عشان كده جاي تعرف الحقيقة. ايوه هي دي الحقيقة. حلو، علشان لا نلف ولا ندور على بعض، قالوا لي يا نرجس، المعلم ضاحي هو اللي مرتب اللي بينا دلوقتي. ما خبيش عليك، ايوه. اخص على المعلمين. شوفي بقى يا نرجس، المعلم ده ما بيحبكيش علشان عاملك طعم ليا. دي بقى انا عارفاها وحساها. وانتي بتحبيه؟ الحب، الحب.
الحب ما حسيتوش الا معاك ليلادي يا غريب. بالسرعه دي ما تستغربش، ممكن علشان كده انا قلت لك على حقيقه الاتفاق اللي اتفقوا معايا المعلم. كلامك معايا بصراحه هيخلينا اتكلم معاك بصراحه الصراحه. شوف يا نرجس، انا متهيألي المعلم ضاحي مش هيتضايق لوجودي هنا، بالعكس ده المفروض يحط ايده في ايدي وندور على اللي قتل عرفان اخويا. السلام يا جدعان، الواد غريب رادي ليه عند نرجس؟ ايوه بس المعلم ضاحي مش عارف ازاي ساكت على كده، ده اللي كان يبص لها بعين بس كان يصحيح دمه. ما تبقاش اقرع بقى، المعلم ضاحي اهم حاجه مصلحته. ايوه بس نرجس الجو بتاعه. طب وايه يعني؟ هو هيتجوزها؟ اهم حاجه في المعلم ضاحي شغله يتم، والمعلم ضاحي لما يحب يعرف حاجه يبقى لازم يعرفها، ومش نرجس، ده اتخن من اللي خلفه نرجس كان التمن. الله، ما المره هم رهاش عليا انا ليه؟ لانك ما انتش غريب اخو عرفان يا سيف. يا بخته، يا ريتني يا ريتني كنت غريب اخو عرفان. معلش يا توم، هجيلك يوم ونفصصوك. حلاوتك يا شماره. جرايه يا واد انت، هو هنلاقي احسن الحريم؟ احنا رجالة ونعجبوك. اللي يعجبني مات من زمان. مين ده؟ مع ده؟ مين ده؟ بشارة! اسحب يا كمان! خد يا غريب! تعال غريب! رجالتك دول عايزين التربية يا معلم. حقك عليا أنا غريب، عندي دي. خاطرك على الراس من فوق. تعال معايا. واللي ما تعرفوش يا فردوس إن أنا جاي هنا باتفاق مع البوليس. مع البوليس؟ أيوه. أنا لما جاني خبر أخويا كان فاضل لي يومين بس وأخرج من الجيش، ولما عرفت إنه اتقتل عرفت السبب واعترفت للبوليس إني متأكد إن ضاحي ورجالته هما اللي عملوها. يو، وإيه بقى اللي يخليك تتأكد إن ضاحي ورجالته هما اللي قتلوه؟ علشان اللي كان بين أخويا وبينه. وإيه اللي كان بين أخوك وبينه؟ المخدرات اللي حكيت لك عنها، البوليس عايز يوصل لها، والمطلوب ان يتقبض على ضاحي ورجالته وهم في حاله تلبس، وخصوصا ان المخدرات كمان متسمنه. انا مش فاهمه ايه اللي دخل مخدرات ضاحي في قتل عرفان؟ مال عرفان ومال حاجه زي كده؟ الاتنين مرتبطين ببعض. وانت اللي هتوصله من المخدرات؟ ربنا يقدرني. طب انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ انا عارف حاجات كتير. طب ما تعرفنا عشان تريحني. هعرفك كل حاجة في الوقت المناسب. يا عبيطة، أنا فهمته إن أنا سبتك بمزاجي لأن أنت بتحبيه، وكده يبقى سهلتلك كل حاجة. هتعملي إيه بقى؟ هتسبلي له على أسطوانة تسعة على كلمتين من كلامك، هيخر، هيقول لك كل اللي جواه، وهيبقى زي الخاتم في صباعك. بس أنا خايفة أوي من اللعبة دي يا ضاحي. تخافي وانا معاكي برضه؟ وبعدين يا حبيطه، اخوه مات طبيعي مش بفعل فاعل. اه بس لو كان غريب عارف كده ما كانش جاي هنا علشان يعرف الحقيقه. يا هبله. الحقيقه ما يعرفوهاش غير انا وانتي وشباره والواد مطراوي وكبنش. اما هو بقى لو عرف الحقيقه هيحصل اخوه. لو كان غريب عارف كده ما كانش جاي هنا علشان يعرف الحقيقه. هي دي الحقيقة يا حسونة اللي قالها لي غريب وكان مخبيها عنك. يعني هو عمل كده عشان يرمي نفسه بسكة المعلم ضاحي ورجالته؟ عشان يوصل للي هو عايزه. أكنه كان عارف إن المعلم ضاحي ورجالته هما اللي ورا موت أخوه. تمام، هو ده اللي قالولي بالظبط.
انا ظلمته. هتعرف انا خايفه قوي، قلبي مش مطمن. طمني، ربنا يستر. عم يرجع بشاي اودي الطالب ده واجيلك. قال لكم انه هيقابله وهيجيبه على هنا؟ ايوه معلمي، وقال لي نص ساعه مسافه السكه. امال اتاخروا ليه؟ لغايه حجته معايا وزمانهم جايين. اللي اقول يا معلم، هما الجماعه بتوعك ما قدروش يوصلوا الحال اللي معدينا على اسمه غريب ده. الولا غريب شاكك ان اخوه مات مقتول وعاوز يحط ايده في ايدي عشان نكتشف مين اللي قتل. يبقى يا بني يقابلك الساعه كام؟ اهو وصل. افتح كمانش. السلام عليكم. سلامة. السلام عليكم. أنا معلم سندس، نورت بيتك ومطرحك. الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تحب نتكلم هنا ولا نغير المطرح؟ مطرح أمان، خش. أنا جيت بعد ما سمعت الخبر. خبر إيه؟ أنا سمعت من سلمان وأنا بزوره في راس سدر إنه هيشتري بضاعة ب 10 مليون جنيه من واحد من رجالتك يوم 28 في الشهر العربي اللي إحنا فيه ده. واحد من رجالتنا وب 10 مليون؟ أنا استغربت، وده اللي جابني، لأن البضاعة ب 10 مليون جنيه إحنا متفقين إن أنا اللي هشتريها منك. وهو ده اللي هيحصل، بس أنا مستني بس أما الأمور تهدى شوية وألعيب شيحة اللي عملها البوليس معايا دي. أنا قلت جايز تكون اديت البضاعة لواحد من رجالتك يديها لسلمان من الباطن. أنا يا سندس أنا أعمل كده؟ أنا اسمي ضاحي يا سندس، أضحي بأهلي في سبيل كلمتي. أنا خدت منك عربون وهسلمك في ميعادك، والميعاد هيتحدد بكرة قبل ما تسافر. لكن ما قلتليش مين من رجالتي اللي اتفق مع سلمان؟ اسمه عرفان. عرفان؟ عرفان اللي كان هيبيع البضاعة اللي بعشرة مليون؟ إيه اللي خلاه يعمل كده من وراك وهو واحد من رجالتك؟ ما أنا لازم أعرفها دي. بكره ان شاء الله هروح له تربته واساله في مدفنه. مدفنه؟ ايه. المهم تعجب بالمعاد. هيحصل. السلام عليكم. نورت بيتك ومدفنك ومطرحك يا سندس. وصل البيت. اعمل لك همه. يلا طوب المضاعة بقت طوب. المضاعة فين؟ مولدتوش امك، انا اخوك، رجالتي كلهم اخواتك، وعلى فكره رجالتي عينهم في كل حته ودانهم مطرطقه في كل مكان. احنا وصلنا لحاجات مهمه قوي هتودينا لحاجات مهمه قوي. يا سلام يا معلم، تبقى اكبر خدمه عملتها لي. غريب، احنا عشريين على فكره يالا، انت بقيت واحد مننا. ألف شكر ليك ولرجالتك يا معلم. بالإذن. عارف إيه؟ أنا عايز أروح أنام عشان عندي شغل الصبح. لا أنت فاكانس. فاكانس؟ أجازة يا حمي. أنا حاسس إنك تعبان ومهموم وعايز ترتاح. يبقى أروح أنام برضه. بالإذن. غريب.
اسمع ما تروحش، يبقى احصلني على البيت كمان ربع ساعه. عايزه مني ايه بالظبط يا نرجس؟ اوقعك في حبي، تديني الامان واعرف منك مين اللي سرق البضاعه بتاعه ضاحي. ده ايه الصراحه دي كلها؟ ده اللي عايزني ضاحي اعرفه منك. مش يمكن بصراحتك دي اديك الامان فعلا ويبقى ده جزء من الاتفاق اللي بينكم؟ مظبوط، ده لو انا فعلا معاه. بس انا معاك انت. اسمع يا غريب، ضاحي ورجالته هما اللي قتلوا اخوك عرفان. كانوا فاكرين مرشد للبوليس وبيبلغ عنه، لكن الحقيقه غير كده خالص. ويا ترى اقدر اعرف ايه هي الحقيقه؟ انا اللي كنت ببلغ البوليس عن كل حاجه. انت؟ ايوه انا، مش اخوك عرفان، بس هما شكوا فيه عشان كده قتلوه. ده ايه اللي بسمعه ده؟ انت مش مصدقني يا غريب؟ عايز اصدقك. كمان موت المعلم سالم كان من ترتيب ضاحي. وانت ايه اللي خليك تبقى مرشدة للبوليس؟ لان عايز انضف، انضف من ضاحي اللي كان بيقدمني هدية لاي حد عايز يعمل معاه شغلانة جديدة. عرفت دلوقتي ليه انا معاك انت مش معاه هو؟ كده يعني كان بيقربك مني عشان تغريني وتعرفي مني عرفان مخابي البضاعه فين. ايوه. مش معنى انا بالذات، لانك اخو عرفان وهو شاكك انه هو اللي خدها وخباها، وانت طبعا تعرف مكانها. اسمعي يا نرجس، لو عايزاني اثق فيك بصحيح بلغي ضاحي انك ما قدرتيش توصلي معايا على حاجه، لكن شكيتي فيا. غريب، معقول اللي بتقوله ده؟ نرجس تطلع بالشكل ده؟ نرجس ضحية هي كمان من ضحايا المعالم حسون. أنا خايف تكون كدابة. لا، أنا اتأكدت فعلا إن هي مرشدة مع البوليس. بس الكلام اللي بتقوله ده ما تسجلش عليه. البوليس لازم يعرف جرائم ضاحي اللي عملها. البوليس عارف كل حاجة. عارف وساكت؟ ليه؟ أنا فاهمك. ما هو البوليس لو قبض على ضاحي النهاردة مثلا يعني مش هيقدر يوصل للبضاعة ولا للتجار اللي هيشتروها منه. والمخدرات اللي سرقت من ضاحي دي محدش يعرف مكانها؟ وانا بقى عارف مين اللي سرقها. عارفه وعارف مكانها؟ عارفه وهوصل لها. خد اهدى، النص جنيه ده تخليه معاك، اوعى تفرط فيه. والنص التاني انا اديته لاخويا سعد، ومحتاجهم هباخدهم منك، ولو حصل في الامور امور ابقى اديله النص التاني. ايوه ايوه. العواف اتفضلي خش. الله، انت اللي جابك دلوقتي يا فردوس؟ اللي جابني ده. هو كان معاك انت؟ قول الاول تعرف ايه عنه؟ كل اللي قدرت افهمه منه انه عارف مكان البضاعه. عرفتيها ازاي دي؟ ويا عبد السال، وقال ما يهموش موت اخوه عرفان، كل اللي يهمه انه يبقى اغنى واحد في البلد، لانه وقع على كنز ب 10 مليون جنيه. الله، يعني عرفان هو اللي سقطها وعرفه مكانها. يا
هوصل لها وحلغيك حلغيك يا غريب وعلى المكسوف. يا انا اتسرق ومن مين؟ من عرفان. طب ليه عرفان؟ ليه؟ ايوه يا فندوس هي دي الحقيقه. عرفان اخويا طلع في المخدرات بتاع الضاحي، سرقها وخباها عشان يبيعها على حساب. كان قال لي الكلام ده ايام ما جاني زياره من الجيش. يا خسارة يا عافية، يا خسارة حب ليك. لما قال ان المستقبل جاي وفرد دراعاته فلوس هتبقى معانا زي الرز، كنتش عارف ان الفلوس دي فلوس حرام. بصراحة ما اخبيش عليك يا فردوس، انا كمان طمعت وفرحت في الاول، لكن خبر موته في اوائل وقلت للبوليس على كل حاجة. خباها فين يا غريب؟ ده اللي لازم اعرفه. يا ابني انت مش كنت واخد اجازه عشان تريح؟ انت كنت فين؟ انا اصلي كنت مشغول شويه. ده لازم مشوار مهم قوي جدا. يا ترى فين؟ انت قصدك ايه يا معلم ضاحي؟ انا احنا هنتكلم على البسطه كده. لو مؤاخذه. الله ينور. شوف يا غريب، احنا بقى نتكلم عن المكشوف وبلاش شغل الصياعه على بعض ولعبه القط والفار. اخوك مات وراح لحال، بس قبل ما يموت سرق مني بضاعه ب10 مليون وانت عارف مكانها، صح الكلام؟ صح. يعني البضاعه دي بتاعتي، صح الكلام؟ صح. يعني من الواجب انها ترجع لي، صح الكلام؟ لا مش صح، واخويا اللي اتقتل. اخوك كان ماشي في طريق الشيطان، وطريق الشيطان كله مطبات، اي واحد فينا المفروض انه يطب. اخوك بقى طب. وانت اللي قتلته يا معلم ضاحي. ولو كان عايش كنت قتلته مرة واثنين وثلاثة واربعة لانه خاين. تفتكر دم اخويا هيروح حضر؟ يرضيك كام؟ كتير. كام يعني؟ 20,000 جنيه. ماشي. 30 40 500,000 جنيه. حلو الكلام. نص ثمن البضاعة. انت تهورت يا ابني وداخل في الممنوع. اسمع يا معلم ضاحي، يا 5 مليون يا اما يا اما ايه؟ هسلم البضاعة للبوليس. بوليس؟ حس ان احنا بقينا اعداء بقى. البضاعة هتوصلني ومش هتاخد ولا مليم. عافية يا ضاحي. ضاحي؟ اسم المعلم ضاحي يا خرنج. شباب لا يا عم اسحب. طيب طيب فين؟ بعدين ورا الباب. حسونا لقيتهم؟ لا ما لقيتوش. دورت عليه في كل حته، سالت عليه في القهوه وسالت طوب الارض، ما حدش عارف عنه حاجه. يبقى ما تتعبش نفسك. يعني ايه؟ يعني غريب سال البلد كلها ومشي، خد السلم الهاري وطفش بيه، عمل اللي كان ناوي يعمله اخوه. لا غريب ما يعملش كده، انا عارفه كويس. ما عطلكيش، خليك في اللي انت فيه. والله ما انت عارف حاجه، انا عارفه كويس. يلا
عايز تقول البضاعة فين يا ابني؟ اذا كنت عيان بالصحة احنا هنا مصحة. ايه مش عايز تقول غير انت؟ سيبوه لما يفوق يبقى كرموه تاني. امرك يا معلم. افرض بقى انه مات في ايديهم، تبقى انت استفدت ايه؟ دم جديد وسخت ايديك بيه. ما تخافيش يا نرجسه، اللي بيعملوه رجالتي ده تهويش، بيسووه على نار هاديه، انما قتل. طب ما دام هو طمعان في قرشين، ما تديهم له وتاخد انت البضاعه؟ اديله 5 مليون جنيه يا نرجس؟ ليه؟ هي فلوس حرام. ده شقى سنين يا نرجس. بقول لك ايه؟ قوم انت يلا على البتاع الكلوب بتاعك ده، ما تشغليش بالك يلا. وانت؟ انا هقعد استنى المعلم سندس ليه كلام معاه. يلا. اسحبي. خلي بالك من نفسك يا جميل. يا 5 مليون جنيه. يا نهار ابوه مالوش ملامح. اهلا يا سي حسون. اول مرة يعني اشوفك تعبت بالكلوب. اصل بدور على غريب. هو ما جاش النهارده؟ لا ما جاش. هو تاه ولا ايه؟ يمكن عن اذنك. ما تقعد ما تقعد تشرب حاجة. لا معلش هروح يمكن يجي هو على البيت. ربنا يطمنك عليه. السلام. مع السلامة. يا فندم المكان معروف، لازم نخلص بقى. لو حصل تدخل من ناحيتنا وضاحي عرف كل شيء هينتهي. يا فندم يمكن يقتلوه. مش ممكن يقتلوه، لان هو الوحيد اللي عارف مكان المخدرات. والغريب عمره ما هيقول لهم على المكان لحد ما تعرفوا انتوا الميعاد. يا باشا انا قلقان على صاحبي وعايز اخلصه من اللي هو فيه. انا هقترح عليك اقتراح. تحت امرك يا باشا. انا عايزك تطمن يا معلم. البضاعة هتاخدها بكرة الصبح معاك وانت مسافر. يا ريت يا معلم ضاحي عشان نخلص من الموال ده. الواد غريب مش هيقدر يستحمل اكتر من كده واكيد هيقر. انا بقول نديله قرشين ونخلص. لا انت ضارب في العالي قوي. هلا بعدين يا معلم سايسه لحد ما نوصل البضاعة وبعد كده نخلص منه. ان شاء الله تسلم. وحيدك يا اخويا راجل العلمان ده وصفه لي فين؟ انا في الخدمه يا حلو. تسلم. غريب ده بنت حلو قوي لمصلحتك، بس اللي مجنني حسونة وفردوس عرفوا المكان ازاي؟ في فئة كتير بتتكلم، في ودان كتير بتسمع، وانا سمعت وعرفت وكان واجب ان انا اخلص صاحبي. افهم من كده ان بقيتوا كلكم في الحدوتة. الحدوتة انا فيها من زمان يا معلم. عرفان كان حكيلي على كل حاجة.
تمن البضاعة كان هيبقى ليا والعرفان والغريب طبعا، يعني كانت هتبقى على تلاتة. ما هي كده على تلاتة برضه، لان انا هخش مكان عرفان. كده بقى انا هدفع واحد ونص، يعني ارنب ونص. قلتوا ايه؟ وانا موافقة. يعني ايه موافقة؟ قليل طبعا. لا مش قليل يا حسونة، وبصراحة بقى لو خدنا البضاعة مش هنعرف نصرفها. احنا موافقين يا معلم. وهتسلمني امتى؟ في الميعاد اللي يعجبك، بس علشان اسلمك انت كمان هتسلمني، يعني سلم واستلم. موافق. فين؟ قبل الميعاد بساعتين هبلغك. بس خلي بالك اي حركة غدر مش هتبقى حلوة. تحب نقرا الفاتحة؟ خلي الفاتحة دي بعيد عن اللي بينا، انا عايز كلمة شرف. انت جيت في جمل. كلمة شرف. مش حقرا مش حخوف مش حبكي عالنيرة، حتى فوق راقي هون وتهون كل الجيرة. مش حقرا مش حخوف مش حبكي عالنيرة، حتى فوق راقي هون وتهون كل الجيرة. مش حبكي عالليالي ولا ححكي ايه جراني، مش حبكي عالليالي ولا ححكي ايه جراني. قلبك ما رحمش حالي ولا سابلي غير جراح، ولا سابلي غير جراح. انا من هواك بريئة وبقولها بارتياح، يا اللي خدعت الحقيقة بألف طريقة وطريقة، يا اللي خدعت الحقيقة بألف طريقة وطريقة. انا من هواك بريئة وبقولها بارتياح، مش حكي عنا حكي ايه جراني، مش حكي عالليالي ولا حكي ايه جراني. بقلبك ما رحمش حالي ولا سابلي غير جراح، ولا سابلي غير عليا. هنخبي ايه يا ماما؟ مفيش حاجه.
اصلك ما نزلتيش الشغل النهارده ولا حسونا كمان، وقاعدين كده تتودودوا على جنب على المغطي. اطمني يا خالتي مفيش اي حاجه. هي اختك اتاخرت النهارده ليه؟ يمكن عندها حصه زياده ولا حاجه. انا عارفه، ولا بتعمل ما تلعب مع صاحبتها زي عوايدها. اهي جت اهي، ارتحتي؟ الحمد لله. طيب يا بنت يا حسين، انا من مؤاخذة. نعم. انا جيت من غير معاك. ايه بس المعلم ضحى هو اللي معاكي. بيقول لك ان اختك الاموره من اللي زي الفل موجوده عنده في الحفظ والصون، لغايه ما يتم الاتفاق. اختي فكرة نرجس، انت هتقعد النهاردة في البيت مفيش شغل لحد ما اخلص منهم. الواد مطرا وسيف هيبقوا هنا تحت امرك. بس البنت دافية وتعبانة يا ضاحي، وخايفة تتعب اكتر وهي بعيدة عن اهلها. يا ست ما انا بعيد عن اهلي بقى 40 سنة وزي البومبا. ما تقلقيش قوي كده، بعد ساعتين هتكون عند اهلها. ساعتين؟ ده لسه الساعة 8، وفين وفين على ما تبقى الساعة 12. لا ما انا غيرت الميعاد، خليته 9. 9؟ للاحتياط. والاحتياط واجب. مطراوي شيخ، خلي بالك يا اولاد، محدش يتنقل من هنا لحد ما ارجع عشان ما تسيبوش نرجس لوحدها، فاهمين؟ واحنا في خدمه ست نرجس يا سيدي المعلمين. دعولي يا اولاد، دعولي، احنا داخلين على حرب. حرب ولا حرب طرواضه؟ هتقول لي طرواضه يعني ايه؟ والله ما انا فاهمها. ربنا معاك يا معلم. لا بلاش، البت سخنه ولازم انزل لك دخانه اجيب لها دواء. خلاص اسحب لها الدواء من تحت. ماشي. اسمه ايه الدواء اللي عايزاه يا ست نرجس؟ هقول لك عليه. ايوه يا فندم، ساعه الصفر الساعه 12 نص الليل، الهدف متحدد يا فندم. الواد سيف وكبانش خليهم يقفلوا على نرجس، يحبسوها. استعجل لي المعلم سندس. حاضر يا معلم. حمامة ايوه ولا لو الازازه جت في دماغك كنت مت، بس ما تقولش المعلم انها هربت. اسمعها اولى شويه، رايحين فسحه. يلا رجاله، هات شويه علم وجازين. شكرا. افتكرت. فين؟ فين الأول المبلغ اللي اتفقنا عليه؟ احنا اتفقنا سلم واستلم. بس اللي أنا شايفه يا معلم ضاحي، لو مؤاخذة يعني، إنك ناوي على الغدر. اسمع يالا، احنا ما عندناش وقت نضيعه، خلينا نخلص. فين البضاعة يالا؟ وأنت فين حياة أخويا اللي قتلته ورميته في البحر؟ أنا حياة أخويا تسوى ملايين الدنيا كلها. اسمع يا ضاحي،
الراجل راجل بايده بس، مش بالبلطجية والصيع اللي حواليه. انا قدك، بس لو ما كنتش جبان. انا مش جبان، انا قدك وقد عشرة زيك. نشوف حكاية مش عضلة يا روح امك، دي سكة. هلا غريب، أنا عارفة إن طريقنا مش واحد. أنا جيت هنا عشان مهمة محددة، والمهمة خلاص انتهت.